حياة حالة شيحة مسرحية مليانة تقلبات درامية؟ حياتي وحياتي يمكن كل الناس، احنا كلنا في حياتنا فيه تقلبات، يعني يمكن من واحنا صغيرين لحد ما بتكبر لحد ما بنموت، اعتقد ان حياتنا بيبقى فيها تقلبات كلنا. حياتك انت؟ حياتي كان فيها تقلبات اكيد اكيد، الناس كلها عارفة يعني. كان في تقلبات طبعا اكيد. مسرحيتك اسمها ايه؟ تسميها ايه؟ تديها ايه عنوان؟ لو هنسميها مسرحية نسميها ايه؟ او رواية؟ ممكن اسميها The Journey، الرحلة. اسم حلو. الفصل الاول من روايتك اتولدتي الاب فنان تشكيلي وتربيتي بشكل فيه تحرر وبعض الليبرالية وتولدتي في العجمي الشكل ده من الحياة والشكل ده من التربية كان من الحاجات اللي مخلياكي سعيدة ولا كنتي تتمني تتربي بشكل تاني وتعيشي بشكل مختلف؟ لا، أكتر حاجة بحبها في حياتي المرحلة دي من حياتي العجمي، إحنا الأربعة يعني، بس حتى لما بزعل أو بتضايق أو بسرح أو ببقى بفكر في أي حاجة وغمض عيني كده 5 دقايق دايماً بروح للعجمي، بروح للبحر وبروح لبيتنا هناك والوقت وإحنا صغيرين، أنا بحب المرحلة دي قوي من حياتي. ده الوقت اللي كنت فيه رايقة وصافية وهادية وبتفكريش في حاجة ما بتشغلكيش حاجة. مرة قلتي إنه والدك ما كانش بيعاقبك، عمرك ما تعاقبتي؟ عمري إلا مرة واحدة. ممكن أحكيها لكم؟ أيوة. عايزة؟ بصي، أنا أبويا حنين جدا والطيبة والاستيعاب والتفاهم كده، بس أنا جيت في مرة كنا في العجمي يعني وإحنا عايشين في العجمي، عملت حاجة واحدة بس، كنا عايزين نخرج قوي كلنا وبعدين مش عايزنا نروح في حتة معينة، وإحنا الأربعة عملنا اتفاق إن إحنا هنروح ومش هنقول بس هنرجع بدري. فهو إحنا اتأخرنا طبعا، لما رجعنا سألني أول حاجة أنتوا كنتوا فين؟ قلت له كنا في هنا جنبنا يعني مش عارفة إيه، قال لي لأ أنا عارف إن أنتوا كنتوا في المكان ده. فسكت طبعا، هنونة أول واحدة جريت، إحنا زقناها عليها عشان هي كانت دايما القوية بتاعتنا يعني، بس حرام في الآخر زعق معي. أنا خدت ألم المرة الوحيدة في حياتي اللي هو مد إيده علي وضربني ألم مرة بس، غير كده يعني الحمد لله. بس أنا ليه ما انساهاش؟ لأنه كان الحاجة الوحيدة اللي هي كانت مضايقاه الكذب، وأنا بطبعي فعلا كبرت وأنا ما بحبش أكذب يعني، أنا اللي حساه بقوله واللي حساه بعمله، ما عنديش الحتة ما أعرفش أكذب يعني. أنت لو جيتي قلتي لي حاجة معينة وأنا المفروض أداري مش هعرف، هيبان على وشي على طول إن أنا هكذب. ده راجع للشكل اللي تربيتي بيه وانتي صغيرة. أيوة، إحنا مفيش حد عندنا كان، إحنا كنا يعني بسطة مع بعض وبنحب بعض كلنا وطبعيين، مفيش حد بيخبي على حد حاجة وما تعلمناش قوي الحتة دي. حبيتي إن انتي تربيتي بالشكل ده ولا كنتي تتمني شوية يبقى فيه شوية شدة أو شوية عقاب أو شوية محاذير محطوطة يحسسوكي بالاهتمام أكتر من هو الأب؟ لو كانت دي موجودة كنا هنبقى عايزين العكس برضه. انت عارفه دايما ده صح. والله يعني انت عندك ده قوي تبقى عايزه الناحيه دي، وعندك دي قوي عايزه الناحيه دي. انا احيانا بحس ان الحب كفايه، يكفي ان الولاد يسمعوا الكلام، الحب والاحتواء يكفي، لان انت لو حسيتي ان امك وابوكي بيحبوكي حب بجد وخايفين عليكي مش هتبقي عايزه تغلطي، مش هتبقي عايزه تعملي حاجه مش تمام، هتبقي بالعكس حبا ليهم. لكن لو انت طول الوقت في جلد هتبقى على طول عايزه تهربي وعايزه، فاهمه الحته دي؟ فانا لا، الحمد لله. انا شديده مع اولادك يا حلا ولا نفسك كنت بقى مش شديده خالص. انا برضو عندي حته الاحتواء ونتكلم وكده، ممكن اتعصب يعني، ممكن اقول كلمه كده او اشد، بس مش قوي، مش بعرف ابقى. حتى لما اعمل ده ولادي بيضحكوا عليا، مامي بس بقى انت سيريس قوي، مش مصدقيني، مش مصدقيني خالص خالص. عمرك ما لجأتي معاهم للعنف؟ لا لا عمري، لا لا. اقصى حاجه عملتها مره يعني جريت وراهم وهم بيجروا، هنا بنتي الكبيره وخديجه الثانيه كانوا بيلعبوا بس اشياء قوي وهم صغيرين، وانا حامل في احمد، فخلاص مش قادره يعني، هم دوشه وانا دوشه عندي جوه، فجريت وراهم. عمري ما هنسى اليوم ده برضه في حياتي، في لحد الصالون جوه وانا بجري جري، نط ورا الكنبه، نطيت وراهم ورا الكنبه، جبتهم الاثنين من ايديهم كده وخبطتهم في بعض. دي المره الوحيده، لكن غير كده عمري ما. امتى حسيتي انه نمط حياتك ضد اللي انت عايزاه وعايزه تنقلي حياتك من نمط لنمط تاني؟ اول مره خالص عادي ممكن اقول
أول مرة خالص حسيت كده قبل ما اتحجب. قبل ما تتحجبي أول مرة خالص؟ قبل ما اتحجب أول مرة خالص، لأن أنا حياتي إحنا تربينا نحب ربنا وكده، بس ما تربناش إن في حاجات مثلاً صح وغلط قوي في حاجات معينة ما عرفهاش. فلما ابتديت شوية أسمع حاجات عن الدين وكده، فقلت الله إيه ده، حلو الواحد ما يعملش كده، وحلو الواحد يعمل كده، وأنا عايزة أصلي وعايزة. فالحاجات دي دي كانت من أول المرات اللي أنا حسيت إن أنا عايزة أغير شوية حاجات عشان تبقى للأحلى أو للأقرب يعني لربنا. قلتي قبل كده إنه والدتك كانت بتتقرب لربنا من خلال الطبيعة ومن خلال أيوه أيوه صح. أنا مامي بتحب الزرع جدا طول عمرها، فكانت دايما تقول لنا بصوا ربنا، لما انتوا عارفين ربنا السماء الحلوة دي ربنا اللي خلقها، عارفين الزرعة الحلوة دي دي ربنا هو اللي خلقها. فكان دايما تربط الطبيعه والحاجات دي بربنا، فاحنا كان عندنا حب ربنا من احنا صغيرين عارفين ان ده ربنا يعني. هي كانت بتتقرب من خلال الطبيعه. انت كنت شايفه التقرب ازاي يعني؟ انا اعتقد ان انت مثلا كنت بتشوفي ان الحجاب خطوه اقرب صح لربنا، وانه خلعه خطوه ابعد عن ربنا. لا انا هحكي لك الاول من انا صغيره بقى. انا مامتي زرعت ده جوانا، بس انا كنت طول عمري من وانا صغيره كنت بسرح كتير قوي، وكان عندي الحته دي زيها ان انا اقعد اتامل مع السماء ومع يا رب انا عارفه ان انت موجود وكده، بس انت فين يعني؟ عارفه طبيعي كل الاطفال برج الحوت كمان. برج الحوت ايوه خيالي وكده، حالمه جدا حالم جدا وكده. فانا كانت عندي الحته دي اصلا من وانا صغيره قوي، ولما كبرت الحجاب طبعا انا شايفه انه الحجاب يعني هو صح، بس انا مش قادره يعني، انا مش قادره، ممكن اكون الغلط ده عندي بس انا مش قادره فاهمه. انما هل هو حاجه حلوه؟ في احنا في كتير من في مجتمعنا المصريه والعربيه بيلبسوا الحجاب، الحجاب جزء من المجتمع.